في أول لقاء لنجم مضار بقيادة المدرب سعيد لوكيلي يحصل على انتصار قوي في آخر أنفاس المقابلة، وظهر فريق نجم مضار بوجه مغاير. أهلا على وبعد هذا اللقاء نستضيف السي سعيد لوكيلي المدرب الجديد لنجم مضار. السي سعيد، مبروك الانتصار، وبالتالي كيف لعبت المقابلة واستطعت أن تفوز في أول مقابلة أمام خصم شرس وهو اتحاد بن طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي حسن على الاستضافه. وبالنسبه للمقابله سي حسن، كما كيعرف الجميع سعيد لوكيلي كان في فريق ديال بويافار، ومن بعد الفريق ديال بويافار انني قدمت الاستقاله ديالي وجيت تعاقدوا معايا النجم مضار. شنو السبب ديال الاستقاله؟ بكل صراحه الاستقاله كانت يعني بالطرد، لان بزاف ديال المسافه كنضرب من هنا حتى الناظور، هذا هو اللي خلاني نستقل. بالنسبة للفريق ديال النجم مضار، انا جيت في درت ثلاثة ديال الحصص، حاولت ما نخدمش شي حوايج الا الكوتي تكتيك اللي ممكن انني نلعب به في المقابلة الاولى، لان ما عنديش الوقت، وميمطو عندي وقت في الانتقالات وفي الدوزيام تور كتكون واحد 15 يوم اللي ممكن انني نشتغل عليها من ناحية من الكوتي فيزيك والمسائل الاخرى. حاولت انني نقرا نجم مضار، العقلية ديال اللاعبين، وفي نفس الوقت الكاليتي والنوعيه اللي ممكن انني نعطيهم واحد الطريقه تكتيكيه اللي تكون مناسبه لهم باش يلعبوا بها. حاولت نلعب ب 4-1-4-1 اللي عطات الاكل ديالها كما شاف الجميع، وفريق ديال نجم مضار كان في وسط الميدان وفي الحملات المرتبطه كان خطير، وغلق جميع المساحات، طاحوا فرص للفريق بن طيب، حنا طاحوا لنا فرص، كانوا فرص تقريبا متكافئه، الا كانوا بعض الفرص اللي كانت ممكن انها نخرجوا بنتيجه اكثر وممكن اننا نهزمه. هذا ما كيعنيش اننا ما تكون احسن من بن طيب، ولكن عرفنا كيفاش ربحوا، صبرنا، هضرت مع الدراري انني نصبر ونلعب حتى لاخر دقيقه، ونلعب بالطريقه التكتيكيه من البدايه للنهايه، لاننا عارف نوصل للشبكه، لانهم كيقلبوا على الربح اكثر ما كيقلب عليه سعيد لوكيلي، رغم انني انا كنقلب عليه اكثر منهم، ولكن في التفكير ديالي، التفكير ديالهم، قريت الفكر ديال الفريق، لوبجيكتيف ديال الفريق ديال بن طيب. حاولت نعتمد على النقص ديال النجم مضار اللي خلاني انني نحط واحد التركيبه وواحد الطريقه تكتيكيه اللي ممكن انني نماركي بها اهداف. وكما شفتوا كانوا فرص عديده وكانت مساحات، وكما كنتوا كتشوفوا فريق ديال النجم مضار اليوم بان فريق كبير وكبير، واقف في التيران كان فريق منسجم، لعب يعني سنين، وهو الفريق يلاه تجمع كما كنقولوا. كانت عندي بطاقه حمراء للحارس الذهب في المقابله السابقه، لعبت حارس عنده 18 عام، كانت عندي غيابات للاعبين اللي خداو الوراق ديالهم ومشاو، يعني لعبت ب 11 لاعب وبقى لي واحد في الشونجمون وواحد اخر مدافع ومهاجم، يعني ما كانش عندي خيارات الا انني حاولت نلعب بالاقتصاد ولعب بالطريقه ديالي اللي ممكن انني نخرج بها رابح. سي سعيد، اول انتصار في اول لقاء ديالك مع نجم مضار، وبالتالي الان انت في بدايه اللقاء، فهل هناك من التفكير في انتدابات جديده يحتاجها نجم مضار؟ بطبيعه الحال سي حسن، كما كتشوف التركيبه البشريه ما يسمح لكش تلعب بها حتى في الدوري ديال الاحياء، يعني خاص ضروري انني 11 لاعب ما تلعبش بهم البطولات، كاين البليسير، كاين الورقات الصفراء، كاين الحمراء، كاين مجموعه ديال المسائل، كاين الارهاق في الاخر ديال البطوله، يعني خاصني ننتدب واحد 5 ولا 6 ديال اللاعبين، وراهم عندي واجدين لاعبين في القسم الاول هوات ولاعبين في القسم الثاني هوات، يعني متمرسين غادي يجيو مباشره بدون تيست بدون حتى شي حاجه، غادي نسنيو لهم ان شاء الله باش يعطيونا واحد الاضافه، باش نحاولوا ما يمكن حتى حنا نمشيو من المراتب الاولى مع الاخوان اللي راهم في الكوكبه، لان كما كتشوف الترتيب مجموع، ممكن تربح 2 ماتشات تولي الاول، ممكن تربح ماتش ولا تخسر ماتش ولا جوج تولي الاخير. يعني وبالتالي شنو هو الاتفاق ديال سعيد لوكيلي مع المكتب ديال نجم مضار في هذا الموسم؟ الاتفاقيه كانت ما بيني وما بين المكتب ديال نجم مضار انني نصاوب كما كنقولوا، نخلق فريق تنافسي متجانس قوي، ونلعب على المراتب الاولى، ولا جاب الله الصعود مرحبا، ما جابش الله الصعود انني نلعب على المراتب الاولى، وهذا هو يعني اي واحد ما يكرهش الصعود، ولكن حنا كنخدموا وماتش بار ماتش ان شاء الله غادي 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 يبين النجم مضار واش ممكن تلعب على الصعود ولا على البقاء او لا على يعني وسط الترتيب ولا بحال هذا الشكل.